السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. من الرقة إلى منبج قسد تنقل عشرات الأطفال المخطوفين من معسكر تدريبي إلى آخر وتزور بياناتهم. قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعاني من مجموعة قدرات الاستطلاع فوق اليمن. ووزير الدفاع الروسي يقول على الغرب وقف ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. نقلت ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الأطفال من مدينة الطبقة غرب الرقة إلى معسكر تدريبي تابع لها في منبج بريفي حلب الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا جمعت 45 طفلا في معسكر جزيرة عايد في الطبقة، ثم نقلتهم باتجاه معسكر السد في منبج شرق حلب. ولفتت المصادر إلى أن الأطفال يخضعون لدورة مغلقة يتلقون فيها تدريبات عسكرية مدتها 9 أشهر، ومنحوا أسماء وبيانات شخصية مزورة تحسبا لعملية تفتيش دولية تخص تجنيد الأطفال، فيما كانت الميليشيا فرقت تجمعا كبيرا لأهالي الأطفال في معسكر جزيرة عايد بالرقة، وذلك بعد قدومهم للسؤال عن أطفالهم المخطوفين. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ضبط مخزن للعتاد يحتوي على مواد متفجرة ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد. من جانبه أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن إبرام عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة لتسليح أبناء الحشد وسد النقص الحاصل، وذلك إلى جانب أسلحة نوعية يمتلكها وموزعة على قواطع عملياته. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن بلاده تعاني من محدودية قدرات الاستطلاع فوق اليمن. وفيما يخص الإمارات، قال ماكنزي إن واشنطن ستساعد بتجديد الصواريخ الاعتراضية لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها حد وصفه. هذا وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن أبوظبي طلبت بشكل خاص من واشنطن تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية ومنها نظام ثاد وباتريوت. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة معارضته خطوة البرلمان الليبي الذي عزله من الحكومة وولى فتحي باشاغا رئيسا على حكومة جديدة. واعتبر الدبيبة أن قرار البرلمان محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة، وأن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف، مؤكدا أنه ملتزم بتسليم السلطة إلى جهة منتخبة من الشعب الليبي. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا. شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على أن موسكو ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا. وفي أول لقاء من نوعه منذ عام 2013 جمعه بنظيره البريطاني بن والاس، أعرب شويغو عن أمله بمناقشة المسائل الملحة المتعلقة بخفض هذه التوترات. وأكد شويغو أنه يرغب بمناقشة مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو، مرجحا أن ترد موسكو قريبا على الوثائق التي تلقتها من الغرب ردا على اقتراحاتها. كذلك اقترح شويغو على الغرب الإسهام بخفض هذه التوترات والكف عن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. وفي تصريحاته أقر شويغو أن مستوى التعاون بين روسيا وبريطانيا تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة ويقترب من نقطة الصفر.
جدد الرئيس الأمريكي وخارجيته دعوات المغادرة الفورية للأمريكيين في أوكرانيا بشكل يثير القلق والخوف من اندلاع حرب قريبة، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور اليابان أن الحرب الروسية المحتملة ضد أوكرانيا قد تندلع في أي لحظة حتى قبل انتهاء أولمبياد الشتاء في بكين. المحادثات مع الغرب حوار الطرشان، بهذه الجملة وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحديث مع نظيرته البريطانية التي التقاها في موسكو، معبرا عن تشاؤمه لعدم إصغاء لندن إلى البراهين التي تقدمها موسكو، وشدد على أن التهديدات والإنذارات بشأن أوكرانيا لا تؤدي إلى أي نتيجة، فيما طالبت المملكة المتحدة روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا لتخفيف التوتر. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن أن بلاده وضعت 1000 جندي في حالة تأهب لتقديم الدعم الإنساني في حال غزت روسيا أوكرانيا. تصاعد للمخاوف ومنسوب التوتر بين واشنطن وموسكو بلغ ذروته، وخاصة بعد انطلاق تدريبات لقوات الردع السريع من روسيا وبيلاروسيا تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022 في الأراضي البيلاروسية، ووفق ما قالته وزارة الدفاع الروسية أنها تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، وهو ما فعلته أيضاً أوكرانيا ببدء مناورات في كل أنحاء البلاد، مما دفع بايدن بمطالبة الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا محذراً من حرب عالمية قد تنشب في أي لحظة. وبدورهما أمريكا واليابان يعربان عن قلقهما البالغ حيال التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو روسي لكييف في أي وقت، ولأكون واضحاً يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية، وفي الوقت الذي يعزز فيه حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري وسط توتر بشأن مواجهة بين أوكرانيا وروسيا، مقاتلات أمريكية تهبط في بولندا، ووصول 4 قاذفات B-52 الأمريكية إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة. ووضح المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا أنها لن تعتبر رداً على التوتر الراهن بين أوكرانيا وروسيا. في ظل التعثر الدبلوماسي والمزاعم الغربية التي تتحدث عن أن روسيا تنتظر أن تتجمد الأرض في فصل الشتاء كي تدخل دباباتها أراضي أوكرانيا إما لغزوها أو لتدبير انقلاب فيها، لافروف يؤكد أن بلاده لا ترغب بتهديد أحد، وأن الغرب يستخدم التصعيد في الملف الأوكراني لاستعادة شعبية الساسة الغربيين المنهارة. خرجت مسيرات حاشدة في أكثر من 1500 مدينة وبلدة إيرانية لإحياء الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. هذا وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لا تأمل ولا تتأمل في نيويورك وفيينا. بث التلفزيون الإيراني مقاطع جديدة من اختبار صاروخ خيبر شكن البالستي الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء الماضي، حيث يتمتع الصاروخ بمدى يصل إلى نحو 1500 كيلومتر، ما أثار رعب كيان الاحتلال الصهيوني. تذكير بالعناوين. من الرقة إلى منبج، قسد تنقل عشرات الأطفال المخطوفين من معسكر تدريبي إلى آخر وتزور بياناتهم. قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول نعاني من محدودية قدرات الاستطلاع فوق اليمن. وزير الدفاع الروسي يقول على الغرب وقف ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. إلى اللقاء.